اهلا بيكم من جديد مع هيثم. الخلفيه اللي ورانا دي احنا مش قاعدين في اسطنبول ولا حاجه، احنا قاعدين هنا في كوانجو في الصين، ولكن موجودين في احد الاحياء الراقيه في كوانجو، وهو حي تيانخا او تيانها في شارع اسمه سينشينلو. سينشينلو ده في شارع موجود في حي تيانخا الراقي هنا في كوانجو، حيث يتواجد به المطاعم العربية الراقية برضو الشهيرة زي السلطان، زي البسفور التركي. احنا موجودين هنا في احد المطاعم هنا، ده مطعم تركي اسمه تشاي تشانا تقريبا على ما اعتقد، هو تركي يعني او ربما يكون صاحبه تركي. يعني قاعدين انا بنيجي بالليل او في بعض الاوقات بالليل، بعض اوقات الفراغ بتحب ان انت تخرج تتمشى شوية، فبنروح بعض الاماكن الشوبينج، تروح كافيه تشرب شاي تاكل حاجة. النهاردة أنا قاعد باكل رز بلبن وباكل جايب شاي، يعني بحيث ان احنا برضو نغير جو شوية من ضغط الشغل طول اليوم. بنشتغل من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 7 أو 8 مساء، وده الشغل اللي موجود هنا في الصين عامة. بعد كده بقى فيه يكون ساعتين ثلاثة وقت الفراغ، الناس بتحب انها تخرج وتغير جو. احنا موجودين، انا موجود هنا في المطعم اللي هو تشاي تشانا عشان اخد بعض الصور التذكارية واعمل فيديو وابعته لكم بحيث تشاركونا اللحظات الجميلة. واشوفكم على خير مع هيثم، والسلام عليكم ورحمة الله.